خليني أروح لسعادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية. سعادة السفير مساء الخير. أهلا، مساء الخير. يمكن وإحنا بنتكلم عن العلاقات بين مصر وجنوب السودان هناك محطات عديدة ربما لتطور هذه العلاقات، لكن بشكل عام يعني كيف ترى افتتاح هذه المحطة؟ ماذا تمثل هذه المحطة ربما للشعب في جنوب السودان؟ طبعا هذه المحطة تمثل الكثير بالنسبة لشعب جنوب السودان، حيث أنها لا توجد في كل أنحاء جمهورية جنوب السودان محطات للشرب، ويعاني شعب جنوب السودان من عدم توفر المياه النظيفة في أنحاء كثيرة من هذا البلد الشقيق. هذه تدخل في إطار العلاقات المصرية الجنوب السودانية، وهذه العلاقات التي بدأت قبل استقلال جنوب السودان نفسه. أنا شاهدت قبل استقلال جنوب السودان عشرات من الطلبة السودانيين يدرسون في الجامعات المصرية، والكثير من الذين أتموا دراستهم في الجامعات المصرية أصبحوا وزراء في الحكومة جنوب السودان ويتحدثون العربية بطلاقة باللهجة المصرية كمان يا سعد صفير. نعم صحيح، والباحثة المصرية موجودة هناك في هم جنوب السودان يتطلعوا إلى إنشاء جامعة مصرية في جوبا، وقد وعدت مصر بهذا الموضوع منذ عدة سنوات، وأعتقد أن سيأتي الوقت عندما تفتتح هذه الجامعة. العلاقات، مصر أنشأت خط مباشر مع جنوب السودان جوي، يتيح للسودانيين جنوب السودانيين أن يذهبوا إلى أي مكان في العالم. بنقدم منح دراسية كثيرة، منها منح عسكرية في أكاديمية ناصر العسكرية، ولدينا عدة مشروعات للري في جنوب السودان. أولا، هذا يثبت أن مصر لا تعرقل قيام أي دولة في أفريقيا بإقامة أي مشروعات للري في بلدها، بشرط ألا يؤثر ذلك على حصة مصر في مياه النيل. طبعا جنوب السودان يمر من عبره النيل الأبيض، النيل الأزرق يمر عبر أثيوبيا، وأعتقد أن حكومة جنوب السودان واعية لهذا الموضوع جدا. المشاورات السياسية، يعني رئيس جمهورية جنوب السودان زار مصر أكثر من مرة، ومصر حتى استضافت زعيم الاستقلال جارانج، جون جارانج، استقلال السودان جون جارانج. الكثير من هذه العلاقات هناك بننسق بينها وبين القاهرة في موضوعات التي تعرض على اجتماعات القمة في الاتحاد الأفريقي وغير ذلك من أجندة الأمم المتحدة بين وفدي البلدين. فالعلاقات الحقيقة يعني وثيقة، كما ذكرت فإن شعب جنوب السودان يشعر بمودة خاصة تجاه الشعب المصري. مثلا جنوب مصر قدمت مساعدات لتدريب خبراء المالية على كيف يعملون على ميزانية الحكومة في جنوب السودان بحيث تكون ميزانية منضبطة ويتم الالتزام بها. غير ذلك كثير من المشروعات التي قامت مصر بتقديمها، برضو بعض العمليات الإغاثية ترسل بين حين والآخر لجنوب السودان لتعويض الشعب السوداني على العمليات التي تتناول مشكلة الغذاء لدى شعب جنوب السودان. بشكرك سعادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية.